السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناه المراه. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم نعدلوا مع بعضياتنا لي كيش وبيتزا صغار لي بالخضره، مواد كلها طبيعيه ومزيانه ومكيناش المواد الحافظه. غادي ندوزوا للمراحل كامله دابا باش ما نطولش عليكم الفيديو، ندوزوا بالمقادير بطريقه التحضير. وبالنسبة للسؤال الحلقة اللي فاتت كان على النبي الذي هو نبي وأبوه نبي وجده نبي وعمه نبي، كان هو سيدنا يوسف عليه السلام. تبارك الله كل شيء جاوب، الأخوات كاملين جاوبوا وما عندي ما نسألكم. السؤال اليوم، من هو النبي اللي معروف بالصبر؟ الصبر كبير عنده وكان لاباس عليه، يعني عنده مال كتير وعنده أولاد بزاف من البنات ومن من البنين، يعني الأولاد والبنات. وكان جا واحد المرض مسكين وماتوا الولاد كاملين، ما بقى عنده حتى واحد، بقات غير الزوجة ديالو وما بقى عنده والو، ولا فقير ما بقى عنده والو، بقات مراتو كتخدم مع الناس باش كتجيب شي حاجه ياكلو. حتى لواحد المره وبعد الضفائر ديالها، بعد الشعر ديالها كان طويل وبعد الضفائر ديالها، تما دعا الله قال له ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، هو مشهور بهذا الدعاء. ومن بعد عوض الله ربي الحبيب ولاد اخرين عاد خلقوا له، مراته ولات صغيره وهو ولا شاب، ورجع له المال ديالو كما كان، ورجع الايام ديالو الاولانيه بالصبر اللي عطاه الله. ودابا هذا كنظن قربتكم من الجواب، وغادي تجاوبوا عليا في الكومونتيرات. الله يجازيكم بخير، شكرا بزاف، الله يجازيكم بخير. اهلا يا عمي، تكون نوض وما عطيش مغطى وخليطه من بشات الطحان والفلفله خضراء وشكارة موت زومة موت الربيع سكر معدنوس موت التوابل تقريبا كاملة، سكنجبير بالبزار بالكركم بالكمون الفلفل الحمر والبابريكا والملحة، التوابل كاملة. غادي نطحن، متوجد على الطب غادي نطحن. بعد كنعمل واحد البصيلة هنايا مشلضة، نقليها شويش في الزيت حتى كطيح صهد شويش، عاد كنضيف عليها اللي باقي. هي بدات كطيب، هي كدبل شويش بعدا طيح دغيا، يعني ان هي مكطيبش بحال الخضرة مثلا، كتعطر شويش. هي كطيب شويش في البصلة، نزيد عليها حجيج في الزوات محكوكي. هذيك هي تحت جعده شويش او خزو، كنزيدو او جوج ديال قرعات محكوكين قرعه خضراء. من بعد كنعمل ملعقه صغيره ديال الملح، نص ملعقة ديال الفلفل الأسود، نص ملعقة الكركم، كنمسح ربع ملعقة ديال القريفة كتجي زوينة معاها، ملعقة غير مملوءة ديال الزنجبير، كنخلطها خليها وتسكر، لكن عم غير هاد المعلقة ديال الفانيليا مريصة، لأن كاين اللي مكيعجبوش الحر، كتملعي شويش كيلذ في نفس الوقت مكيحررش. من بعد كنضيف واحد الفيشة محكوكة
غادي نزيدو نخليه يزيد ان شاء الله. دابا ملي كنطحنو هذا القوام اللي كتعطينا ملي كتوجد لنا هيدا، من بعد كنزيدو شويه ديال التون ديال المطيشه فيهم. بعد كنفتحو وحدة أخرى كنزيدو تحاتي، كنزيدو على وحدة أخرى هنا ويما نتعد هادي نسمة فيها رائعة ديال الفلفلة. الفلفلة عندها نسمة قوية، عرفتي راه حاجة روعة. دابا عندي نعمرو البيتزا وليكيش ديالنا، لو كنتو نعمرو لاصوص ديالنا بعدا طبيعية غديناها بيدنا، لكن أنا متحفظة ولا تا شي حاجة، كنطير بيداتنا كلشي نقي وكلشي مزيان. ثم كتعرفو العيال الفترة رمضان كيعجبهم هادشي هدا لي معمر ولي وهيدا تكنعمروهم كاملين. هاد كنزيدو هاد العمر لي هادي كما قلنا نبدلو الجبن ولا تفضلو هذا خليته على خاطر نتوما. عملية سهلة، هي كتاخد الوقت شوية عاد كل حاجة كتكون بالضبط وصافي، ولكن سهلة ماشي صعيبة، وكتاكل واحد الحاجة اللي هي فيها الخضرة. راه احسن حاجه في هذا الوقت ناكلو الخضره ونستمرو في هذه العمليه على الشكل هذا تنسالي. دابا حنا كملنا البيتزا ديالنا، ساعه تدخل الفران، ها هي رائعه شكلا ومذاقا. دابا غادي ندوزو بالكيش ديالنا نعملو اي شويه شفقاع ديال لاصوص اللي هي طبيعيه وصحيه. انا كنفضل هادشي على الصوليس ولا كلشي مفيه شي مواد الحافظه، شي حاجه كتعاد ليا بيدك. جوج كشارات او داك بلاصه ديال لاصوص، وعندنا الفول مدمس هنايا. هذا ما نهضر لكم حلقه ديالو، هو ساهل ماشي صعيب. وغادي نزيدو شي جوج كشارات ديال الخضر، المهم الفول مدمس غندر يجي رائع وحتى هو صحي. كنعمرو هنايا الطريقة هادي هنا، ودابا نعملو بشوية الزحزرة. تا البيتزا راه نسيت الزحزرة عاد نعملولها، لأن الزحزرة عاد عندها واحد الطيبة خاصة كيعطيوها النكهة مزيونة وعاد صح شلا فوائد فيها. نعمروهم كاملين بهذا الشكل،
عرفتي الا بقات لكم الحشوه تقدروا في النهار الثلاجه تعاودوها لا غدا تعملوها ما بقى لا والو. بعد هذاك الفرق اللي غادي نعملوها الجبن كنعملوه من الوسط هيدا نجيبو عشان مديش من الفوق كيجيو هاد رائعين هاد هادا رائعين صدقوني. عرفتي شنو نسينا في هاد البيتزا؟ نسينا الصحتر كاني نعملو له الصحتر هو اللي كيعطي واحد النسمة رائعة وصحي. لأن باقي ما عملناش الجبن دابا هادو هما البيتزا ديالنا والكيش ديالنا اللي كيجيو لذاذ رائعين والخضرة صحيين فيهم مواد كاملة طبيعية مفيهمش ديك المواد الحافظة يعني ما كاينش ديك سوليس وديك الشيء الاخر يعني من اروع ما ياكل. هكذا غادي نكون وصلنا لنهايه الحلقه ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.